السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم أحلى متابعين، رحب فيكم وبكل مشترك جديد انضم للقناة. رح أعمل بربع كيلو بس من الدجاج، أطيب نجت ممكن تعملوه بطريقة سهلة وكمية وفيرة واقتصادية ونتيجة بتنافس الجاهز. ولا تتعرفوا على الطريقة، تابعوا مع الفيديو أحبائي ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. ونبدأ وصفتنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عندي أنا هون قطعة من صدر الدجاج حوالي الربع كيلو، هاي بدنا نستخدمها لنعمل فيها النجت. وعندي هون قطعة من السمون من اللي نحنا أو الفينو، هذا رح استخدمه لوصفتنا، وبرفع منه بقيم منه القسم الخارجي لحتى ما يعطي اللون الغامق. هلأ هيك رح أطحنه بمحضرة الطعام. هلأ ممكن يكون عندك إنه مثلا بواقي منه أو يعني يابس منه أو هي ممكن نستخدمه، فهذا يعني هي كمية اقتصادية ورح تعطي طعم كتير طيب للنجت اللي نستخدمه. هلأ هيك بعد ما طحنت الكمية اللي عندي صار عندي بهالشكل هذا. هلأ برفعه وبمحضرة الطعام رح أطحن الدجاج اللي عندي، قطعته بعد ما قطعته لقطع لسهولة تقطيعه أو فرمه بالفرامة. وهلأ هيك رح أفرمه بمحضرة الطعام. هلأ رح أضيف قسم من السمون الناعم اللي طحنته، حوالي يعني عدة ملاعق حوالي 4 معالق، والباقي رح نخليه للزمنة لخلطة التغميس. هلأ عندي ملح، أنا هوني معلقة صغيرة من الملح، والباقي كله نص معلقة صغيرة فلفل أسود، ثوم بودرة، بصل بودرة، كاري وزنجبيل، هذول كل وحدة نص معلقة صغيرة، أما الملح هو معلقة صغيرة. وضفت هالتوابل مع الملح، ضفتها للدجاج، وضفت معلقتين من الزيت النباتي، بيعطي طراوة وملمس كتير حلو للنجت اللي بدنا نعمله. وهلأ بطحنهم هيك حتى تندمج التوابل والملح مع الدجاج، وهيك صار عندي هلأ جاهز بهالقوام هاد. مثل ما شفنا مقاديره كتير سهلة وبسيطة. هلأ بصينية حطيت عليها كيس نايلون، ورح نجيب هالخلطة اللي عملناها. شوفوا ما شاء الله على هالملمس اللي حصلنا عليه، ملمسه رائع طلع. ومثل ما قلنا اللي حطيناه فتات السمون او الفينو بيعطيه قوام كتير حلو، ويعني هو شغلة اقتصادية كتير ومتوفرة بكل بيت. هلأ بدي مده خلطة الدجاج هاي، بدي مدها وبحط عليها كمان كيس من الأعلى وبواسطة الإيد مدها هيك حتى أعملها على شكل منتظم. وهلأ بدي أقطعها بهالشكل هاد لقطع متساوية. هلأ الأحجام اللي بتحبوها أو الأشكال اللي بتحبوها ممكن تعملوها، أنا عم بعملها هيك على قطع رفيعة مثل الأصابع بهالشكل هاد قسمتها. وهلأ هاد لازم ندخلهم على الفريزر حتى يجمدوا. هلا بعد ما طالعتهم من الفريزر بعد ما جمدوا، لازم يجمدوا عندي نحصل على المرحلة هاي لسهولة العمل طبعا. بنشوف كيف هيك بنفصلوا بكل سهولة لأنه نحن قطعناهم قبل، يعني بكل سهولة هيك بتنفصل كل قطعة بقطعتها بهالشكل هاد. حصلنا عليه هالأشكال الحلوة هاي. هلا بالنسبة للخلطة اللي بدنا نعمل فيها، عندي أنا هون الطحين حاط عليه قليل من الكاري ومن الزنجبيل ومن الملح، خلطتهم هيك مع بعض. هي بالنسبة للطحين. بالنسبة للصحن الثاني حاطة فيه بيضة ونص كاسة من الحليب، وحاطة على البيضة فلفل أسود يعني من أجل رائحة البيض، وحركتهم هيك مع بعض بهالشكل هاد. وهلا الصحن التالت حاطه فيه بقيه السمون المطحون ومع بقسماط ومعلقه من الكركم، حتى تعطي هيك لون احمر، لون عفوا اصفر للمزيج. هلا بنجيب القطع وهي طبعا مجمده، لازم تكون مجمده، بنغمسها اول شيء بالطحين بشكل منيح، نغلف القطعة، بعدين منا ننقلها على صحن البيض والحليب بهالشكل هاد.
من اللبن يعني، حتى تصير من الوجهين، وبعدين ناخذها على الصحن الثالث اللي فيه خلطة البقسماط والسمون، وكمان لازم نغلفها منيح وهيك نكبس على القطعة حتى نحصل على الشكل هذا اللي حصلنا عليه. هيك مغلفة تماما صارت القطعة عندي، وهلأ بتابع بقية القطع اللي عندي. يعني سهل كتير العملية بالطحين أول شي، بعدين بالصحن الثاني الخليط البيض والحليب، بعدين البقسماط. يا الشكل هذا هلأ هيك صاروا عندي كلهم. طبعا هلأ هون جاهزين للقلي، وإذا بدي هدول خزن منهم بالفريزر بهالمرحلة هاي، ممكن حطهم بأكياس وحطهم بالفريزر. هلأ هون ننتقل للقلي، فهن لازم يكونوا كمان مجمدين، يعني إذا لقيتهم طريوا أثناء العمل ورجعهم شوية على الفريزر لازم يكونوا يعني هيك قوامهم قاسي وقت بدي أقليهم، ما لازم يكونوا طرايا، يعني هي الملحوظة لازم نعرفها، لأنه إذا طريوا صعب بصير قليون. فأنا هلأ حطيت هيك الكميات، شوفوا ما شاء الله كيف هيك صار شكلهم ولونهم كتير حلو بالقلي. طبعا هو زيت غزير حامي، بس وقت اللي نقليهم نحطهم على نار متوسطة حتى يستوي من الداخل والخارج. هلأ هيك صاروا عندي بعد ما أخذوا اللون الحلو من الطرفين بهالشكل هاد، نرفعهم من على الغاز بهالشكل هاد، صار لونهم كتير حلو. وهلا هيك صاروا عندي جاهزين، حطيتهم بصحن التقديم. شوفوا ما شاء الله على القوام واللون والقرشة، كتير طلعوا وبيقرشوا من الخارج ومن الداخل بصيروا هيك كتير هيك طرايا ومانهم مكتومين. وبجد النكهات اللي حطيناها عطتهم طعم كتير طيبة، ومثل ما شفنا هون يعني كلها شغلات بسيطة حطيناها، وممكن نحطها هيك نعملها على شكل سندويش. فأنا هون حطيت هيك شو عنا يعني مجهزين بطاطا مقلية مع الخس حطيت، وممكن نحط يعني حطوا إضافات اللي بتحبوها. وبحط هيك قطعة من النجت اللي عملناها، ولا أروع، بتطلع سندويشة كتير طيبة. بنحط عليها كاتشاب، المايونيز، شو بتحبوا إضافات ممكن تحطوا تعمليها لعيلتك ولأولادك، رح كتير يحبوها، ونكهات كتير طيبة ولذيذة. فإذا عجبكم هالفيديو لا تنسوا أحبائي اللايك والاشتراك بالقناة، وبتشكركم كتير لحسن المتابعة.